13/4/2012 طبعا احنا بمنطقه الخمسه الاديمي تحديدا بمنطقه حي الورشي. شوف الدمار اللي حل بهذه المنطقه، شوف شلون المنزل احترق بالكامل بسبب قذائف الهاوي. شوف هذا القذيف شلون نزلت على المنزل، صاروخ حراري، كلها صواريخ، اجبار صواريخ، قذائف هاوي، مدفعيه دبابات، دمار، تهجير الاهالي. شوف المنزل شلون احترق وتدمر، احترق العفش، الاهالي بدات بحالها. في كهرباء، لا في ماي، لا في. طبعا معنا صاحب المنزل. طبعا صاحب المنزل موجود الان عم يجي يفقد منزله بعد ما تهجر من منزله تحت القصف. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويخليك وياك. احكي لي شلون كنت بالدار وبلشنا احكي لي كمان اول نحن والمراه والاولاد ما شفت الا قذيفه نزلت على السطح. شعلت النار، قمنا هربنا واستخبينا تقريبات بالغرفة الصغيرة اللي جنب الحمام. طيب وين يروح الإنسان بهالدمار؟ يعني هذه الطريقة والله معلوة، درابرة معلوة. نحن وعدنا بالإصلاحات، وعدنا بتحسين أوضاع الإنسان في هالوطن. شفنا دمار، شفنا قتل، شفنا جرحى. أنا المرأة صابت بكتفها هون تحت على باب البناية من شظايا الاصلاحات تبع بشار. هذا اللي حصل معنا. انا شايف ما في عفش بالليل. احترق كله احترق. ولولا ما الله بعث لنا اثنين من الجيران وعبينا مي وصرنا نطفي ولا كمل الشقه كلها ما في. الله رحمنا. وين هلا انت عايش؟ وين ساكن؟ والله في عند اخي كمان هيك غرفه فضلنا اياها بالرغم انه عنده ثلاث اربع اولاد هو ومرته. طيب هذا مو وضع سليم. يعني كنا بنتمنى الاصلاحات تشمل الجميع. مو ناس يذبحوا ناس ويقتلوا ناس ويدمروا بيوتهم ويشردوا وإذا روح مين بيتبنى نطلع الأمر يعني؟ شو رأيك بالوضع الإنساني الخمسة قديم؟ الشيء المدمر شو حتى الإنسان يتدمر؟ ماليا يتدمر، نفسيا يتدمر، اقتصاديا يتدمر، ما عندي شيء. طيب كوفي عنا عم يقول إنه هاي راح يوقف العنف القتل، بس ما شايف الأهالي هذا الشيء هذا الكلام. ما لمسنا شيء، مرحبا عنان، هذا عنان شو عنان؟ عنان حرامي. من ايام العراق معه 11 مليار دولار من دم العراقيين، شو بيعمل حلال يعني؟ طبعا. شو رايك انت بهالقرار رح يتنفذ؟ نتمنى انه يتنفذ بس لكن شايف ما في امل للتنفيذ. بس امبارح على اساس انه بدا بالصباح باكر التنفذ ولكن القصف شغال. لا شغلي، 4 إلى 3 امبارح العصر خلال ثلث ساعه 25 قذيفه على المنطقه، ذاك الجامع شلون دمر، ذاك بيت الشعب اللي جنبنا العربي. قذيفتين بقلبه، نحن قذيفة هون موجودة لفرجيك البقايا تبع القذيفة، الفراش تبعها موجودة بس بالبطون، تفضل احكي على السطح لفرجيك اياها. شو رأيك بالجيش الحر؟ والله بنتمنى له التوفيق، لأنه سيدنا عم يحمي الأهالي، عم يحمي الأقلية، عم يجيب له الأكل. ما شفنا أكل، لو شفنا الدكاكين مسكرة، اللي ما مسكر منهوب. شو بدنا ناكل تراب يعني؟ الله بعث لنا الناس الاحرار الشرفاء هذول اللي عم يجيبوا لنا الاكل، اللي عم يجيبوا لنا لنص بيوتنا. هذول اخي سوريا تحكمها عصابه، عم ينفذوا الطريقه اللي طبقتها روسيا بالشيشان، تدمير، تهجير، احتلال. هذا اللي طبق، واللي عم يطبق الامور هون عنا المخابرات الروسيه. ما اجى لهون عنا قائد المخابرات الروسيه، هذه طبقوها عنا، مش شيشان طبقوها. هذا اسلوب مثل اسرائيل عم تحتل فلسطين. والله ارزل من اسرائيل، ارزل. يعني اسرائيل ما فعلت هيك. على الاقليه لا تحسبها كلمه، اسرائيل عدوتك. صح. لما بتقابل بتقابل عدوك، ما بتقابل اخوك وصديقك وابن حارتك وابن بلدك. واذا اخوك ابن بلدك وابن حارتك بيتجسس عليك. عم يعطي معلومات بقول انه هون قاعدين وهم متجمعين، ما بشوف القذيفه اللي جت فراس هون. هذا وطن هذا؟